يا زنجيره قومنا يا باشا، احنا هنقضي الليله كلها هنا ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا لا بشمر اكمام ولا بفك ساعات، فلخص كده وهات معايا من الاخر. مين بقى قال اللي كسر محل الراجل وولع فيه؟ انا قلت لك يا باشا تلاقيهم بلطجيه ولا شويه عيال ولا حرام سعادتك يعني. وانت ابر حمك احمد زويل، افتح بقك يالا افتح. الحا يا باشا والله، وشربك الحا الحا ولا بلاحا؟ في حد يبلع موس يا باشا؟ يا سلام، يعني ما بتلفهاش في كوره صوف وتبلعها؟ عمري يا باشا عمري. صول فتحي يا صول فتحي. تمام يا فندم. ما برابس الواد ده، ينزل كل اللي بطله وتحرزوا لي. حاضر يا باشا تحت امرك. يلا يلا يلا. تمام يا فندم. يا فلان اسم بيه يا اهلي يا رايق. هم مسكوه ليه؟ لا يكونوا لقيوا معاه حشيش وبنك. مفيش الكلام ده خالص يا خالتي، تلاقيهم بس عايزين يسالوا سؤالين وبعدين هيرجعوه تاني. خلاص يبقى رجلنا على رجلك يا يوسف. رجلنا على رجلك فين يا سماح؟ انت اتجننتي؟ واحنا قاعدين نسوم بتروح اسم يا اخويا. انا بس عايزه اطمن، وامي كمان عايزه تطمن. ايوه انا عايزه اطمن. يكونوا هيبيتوه؟ يبيتوه فين كمان؟ هي لوقندا. انا هروح اشوف ايه الحكايه واقول لكم اول باول اللي بيحصل. يلا اطمنا يا اخويا. ماشي. ايه يا عم ده ما كانش عيش وملح بقى اللي اكلناهولك هنا؟ ده حتى العشره ما تهونش على اللبنه الحرام. معلش بقى يا باشا، اللي حصل حصل. تبقى لسه زعلان، بس انت عارف يا رايق ان العمليه اياها عادل بيه هو اللي ارتمها معاك، وهو اللي خلي بيك مش انا. صح يا باشا مش انت. طب امرني. زي ما تقول كده رايق، مطلوب مني كميه سلاح ومش اي سلاح، السلاح الميري اللي اتسحب من الاقسام، ولازم يا سيدي اسلمه في 48 ساعه. وانت شكلك كده هتساعدني. والله يا باشا كان نفسي اساعدك، بس انت عارف ان انا ساعه الثوره ما كنتش موجود، كنت مسافر بره البلد يعني. بعدين انا سامع ان السلاح كله اتلم خلاص. تصدقش ده كلام جرايد، في سلاح كتير ضايع والشوارع مليانه، والبركه فيك بقى انت واصحابك الديبو ويوسف. مش لسه شغالين مع بعض يا رايق؟ لا يا باشا لسه شغالين مع بعض، بس في الخير. هنشوف بقى اذا كان في الخير ولا في حاجه تانية. اسمع يا رايق، انا كل اللي طالبه منك كام حته سلاح مع كام عيل من عندكم. بسيطه بسيطه. بس هو حد قال لك عليا يا باشا ان انا مرشد ولا حاجه؟ يا اما كده يا اما هنزل بنفسي الم السلاح، وساعتها بقى فعيال كتير هتتلم. لو على ايه؟ هتنزل وتتعب نفسك؟ بس اقدر يعني العيال دي جات لك لحد هنا وما رجعتش. عيب، انا مش زي اي حد. باشا باشا، عشان انت مش زي اي حد انا جايبهم لك لحد هنا بالسلاح. بس اوعى تنسى احنا كمان مش زي اي حد، ومفيش حد من عندنا هيشيل قواضي. ماشي؟ متقلقش، دي هنتصرف لها في اي عيل يشيلها يا عم، وبكفايه الواجب اللي هتعمله معانا. طب عد بقى الجمايل. هنعد يا رايق. ماشي يا باشا، نازلك يا باشا. السلام عليكم. عليك السلام. يا باشا احنا مواطنين شرفاء، وكل واحد كان معاه حاجه فينا جابها زي ما اتفقنا مع الرايق يا باشا. حلوه شرفاء دي، عجبتني على فكره. يعني مفيش حاجات سلاح تانيه مستخبيه هنا ولا هنا؟ باشا لا هنا ولا هناك، احنا جايين معاك اخر واللي معانا جبناه. ماشي. استاذ فتحي. تمام يا باشا. خد العيال دي بره مضيهم على المحاضر وارميهم جوه في الحجز لغايه ما يتعرضوا على النيابه بكره. نيابه ايه يا باشا؟ هو مش الكلام خد ودي وبشكل ودي؟ يا باشا النيابه دي خارج نطاق اتفاقنا. اتفقنا؟ وانا كان في اتفاق بيني وبينك يا رحمه؟ في اتفاق بيني وبينك يا لا؟ يلا صوت فتحي، العيال دي تتربى. تمام يا باشا. ماشي. شكرا يا باشا. اتفضل اتفضل. سلامات يا رايق. مساء الفل يا رايق. ايه انت فين مش باين ليه؟ مش وقته يا رايق، بعدين نبقى نتكلم. المهم انا جاي اقريك على حوار، جاي اقريك على حوار قبل ما تحصل مصيبه. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ الواد بتاع الشاي اللي في القسم وانا معدي لقيته ثبتني. خير يا ابني؟ في ايه؟ لقيته بيقول لي ابلغك ان هيثم باشا لعب الدنيئه يا رايق وحبس العيال وهيلبسهم قضيه. انت متاكد من الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده يا رايق، وانا يا صاحبي جيت ارسيك على الدوره عشان تشوف هتعمل ايه. بالاذن يا رايق. بيه. يا باشا ارغي. لا يا باشا انا مش هرغي ولا اطول عليك، انا جاي بس عشان الاتفاق اللي بينا. اتفاق ايه ده؟ اتفاق ايه؟ اتفاق باشا بتاع العيال. العيال تيجي تسلم الحاجه وتمشي على طول. تعبيط يا روح امك. روح امي؟ اه روح امك. شويه عيال بلطجيه سارقين سلاح ميري، ايه؟ عايزنا نضرب لهم تعظيم سلام واقول لهم متشكرين قوي انك حرقتهم الاسم وسرقتهم السلاح اللي فيه؟ يعني مفيش عيال؟ انسى انسى؟ يعني بتديني على قفايا وبتصغرني مع الناس؟ لو انت كنت فاكر نفسك كبير ولا ايه يالا؟
وعلى العموم لو وحشينك قوي كده انا ممكن اربيك جوه معاهم. وانت بلاوي كتير. بلاوي كتير فعلا. لو عليك طيب احسن. يبقى تغور من قدامي دلوقتي وما اشوفش وشك هنا تاني. صح كده. شباب زي الورد هتروحوا تندفن في التراب. تعال يا راجل. تعال يا ابني واهدى. عم ياسين بيتكلم برضه في الصح. اهدى يا مين. وبعدين انت مش لسه كاتب كتابك؟ افرح يا اخي وبلاش بقى تقلبها كحلي. خدش يعني احلى. هلاقي يا عم ياسين. وادي انا واحد بحليب. هلاقي. السلام عليكم. يا دي يا ابني الذين انت ايه الاخرك؟ ازيك يا عم انا؟ حبيبي تعال. عن اذنك عم ياسين. نحلى هات لي الشيشه. تشرب ايه؟ المشكله ان انا جيت له في العيد لما غفل لي ومديني على وشي. كل مشكله وليها حل يا راجل. السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام. كنت عايز المحضر يا باشا والنبي عشان المحفظه بتاعتي ضاعت فيها البطاقه وشهاده الجيش. يبقى تعالى الصبح. اجي الصبح؟ ما قلت لك يبقى تعالى الصبح مفيش حد دلوقتي مفيش خط. طب ما تجيب الختمه يا باشا. هي مش الشرطه خدمه الشعب ولا ايه؟ ولا انت نسيت وانا يا باشا؟ ما تلم نفسك يا روح امك. انت مش عارف تكلم مين؟ قلت لك تعالى الصبح. بصراحه انا عارف بكلم مين بس بلاش بقى يا روح امك. انت بتمد ايدك على روح امك. انا انت ايه ربنا علمك الادب. خد الحجز ماشي يلا قدامي. اقعد افطر علينا كويس قوي. مش عارف هتروح من ربنا فين. خش يلا يلا خش يا جدعان. بطل عليك يا روح امك يا جدعان. مش ايه وقفك يا عم بالراحه. انتوا مدخليني كوكو بارك يعني. بطل يا بابا يا روح امك وادخل. ماشي 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 ماشي. مساء الفل يا بكتيريا. مساء الفل يا نحله. بقول لك ايه، انا بختي مال من كتر اصحاب الشمال. هو الراي سلمك انت راخر ولا ايه؟ عيب عليك ما تقولش كده. طب انا بكتيريا معفنه والراي سلمني على نظافه، انما انت صاحبه ازاي؟ الراي ما بيسلمش اصحابه. الراي بعت النهارده ما تخشش اقول لك ان كل حاجه هتبقى تمام يا بكتيريا. ازاي؟ سيبها انت بس على لسه ما رجعتش. انت بتهزر؟ ليه انت طيارتك الساعة كام؟ اوكي. طب بقول لك ايه؟ انت وحشتني قوي. لا بجد انت وحشتني. هاجي اخدك من المطار ونروح مع بعض. اوكي روح. يلا. باي. يوسف يوسف تحت امرك. بقول لك ايه، انا كنت طلبت منك جرد بالمعروض واللي في المخزن. هو فين؟ ما هو قدام حضرتك هو في الورق. ده طب فين شغل الذهب والخشب والحجر؟ حضرتك فاهمه يعني طبعا ان السوق اليومين دول واقف وما بيتباعش منه غير حته الازاز، والحاجات التانيه دي يمكن يتباع منها حته ولا حتتين بالكتير. بص بقى يا يوسف، من هنا ورايح لما اطلب منك حاجه حتى لو ما تبعدش منها حته واحده تحضرها لي وتجيبها لي. ممكن؟ اللي تشوفيه حضرتك. اديني مفتاح المخزن وانا هعمل لك جرد تاني. الو اي امزي.
صباح الفل. لك لا تقع. ايه يا شوش عامله ايه؟ كويسه يا بت؟ انا بخير. وامك بخير؟ الحمد لله. قول فيها يا بت؟ بكلمك من امبارح يعني ما بترديش. اصل في عيال طلعوا عليا ثبتوني امبارح. ثبتوكي؟ ازاي ثبتوكي؟ ما كلمتنيش ليه؟ ما هو سرقوا مني الشنطه والموبايل كان جواها يا ديب. حصل فين الكلام ده؟ عند الحوضيه بالليل. وعيال كانوا راكبين فيسب كده. والعيال شوالي هولع فيهم هولع فيهم. بقول لك ايه يا اختي؟ الشنطه دي كان فيها فلوس كتير؟ يعني يا خالتي. يعني يا خالتي يعني قد ايه كده اسم الله؟ فلوس يا خالتي وحاجات. يا عم رايح على فين يا ولد؟ يا عم بيقول لك ثبتوه يا عم. رايح فين يا دي مش فاهم؟ ازعي يا بنت اللي موتك ازعي. يا ديبو يا ديبو يا ديبو يا قدامي قدامي انا قدامي يا ابن الهرمة قدامي يا ديبو الشنطة معاك يا خالد يا جدع يا جدع يا جدع انا لسه سجلين قوم يا قوم يلا حط القهوة وقتها الأحلى يلا يا عم خش يا يلا يا عم الحق يلا يا عم النهاردة إجازة يلا يا عم النهاردة مفيش حاجة فيها يا جدعان يلا يا عم النهاردة ليه طبعا يا عم ديبو والنعمة أنا مالية فيه انا كنت باجر المكنه والعيال دي بتجي تاخد المكنه وتعيش وانت مش من عيله الشوالي وزوجتك محمد خليفه ايوه وقول لي ايوه يا راي وانت قاعد ابوك على مشي المرجاله يا ولا ايه كده يا عم دياب يلا نص اخلص وروح ليه يا ريت صور نص صور براحتك بس بعد ما اخلص اديها لاختك ماشي ده انا هعزل لامك في الفيديو ده ليه كده طيب يا مدياب يا سباش صباح الفل لا باشا ناس جايه لك في الطريق ومعاها الحاجه كمان بس اللي قدرت تلمها باشا انت وعدتني والنبي بتصغرني مع العيال ماشي يا باشا صباحك زي الفل نهارك قشطه سلام يا باشا اتفضل امين في حاجه ولا ايه؟ لا دي بكل تمام بقول لك يا كبير في واحد اسمه الاسمر عايزك بره هدخله ولا انطره؟ انا عارف انه جاي طبعا خليه يخش انا جاي تعال السلام عليكم يا رجاله وعليكم السلام، هات كرسي نحلة. أنا يا كبير. إزيك يا أسمر؟ الحمد لله. ينفع كده يا رجالة اللي حصل تخشوا منطقة وتخطفوا الواد من وسط أهله، ما تعمليليش حساب. العيل الأهبل بتاعك ده ثبت حريمته في السنة بالليل. وربنا منع يا عم الأسمر، ده الواد بيست وهيمة هم اللي أجروا مني المكن. بس يقعد. وبعدين يا صاحبي. ما فيهاش بعدين يا أسمر. الحاجة ترجع بعدين نتكلم. بعدين إحنا لينا حق عند الواد ده، يتأدب باللي عمله. حق ايه ده اللي يخص دي بيخصني يا عم الرايق ماشي ايوه يا احمد الواد بيستو النهارده كان بيفك سلسله من عند مكسيمين بتاع الدهب ما رضيش ياخدها منه بيقولوا ان هو دهب مضروب انا عايزك كده توصل تشوف لي قران الحاجه دي واذا لقيتها تمام تقبض عليه سلام يا ماشي يا حبيبنا ماشي صحيت يا يوسف؟ لا لسه نايم. بيغسلي دول عشان وسخين. حاضر يا حبيبي. أنا جهزت لك الغيار التاني وحطيته لك جوه. ما بلاش السجاير على الريق دي يا حبيبي، مش كويس كده على صحتك. أنا ما رضيتش أروح شغلي قبل ما أفطرك، قوم استهدى بالله كده، اطفي السيجارة وكل لك لقمة. مش نفسي أطفح. يا نصر. فندم يوسف صحي؟ يا حبيبي، رحت المدرسة ليه يا واد؟ يا نصر. حبيبي عامل ايه؟ عايز ايه؟ عم ياسين عايزك النهارده تروح له عايزني في ايه ده كمان؟ طب اقول له هعدي عليه بالليل ماشي كنت تعالى هات لي اتنين واتنين وكتر طرشي ماشي كنت تعالى شبرق نفسك ماشي اوامر نص عشان خارج حاضر بصي بقى يا عروستنا شوف التشكيلة دي يا عريس مش هتلاقي رسمتهم في أي حتة تانية الله تجنن قوي هي جميلة قوي يا حبيبتي وبصراحة هتجنن بس اللي يجنن أكتر إن يا جيجي شكل الواحدة منهم تقيلة قوي وهتوزن جامد الله أنت هتستخسر في عروستنا ولا إيه؟ ما كله راجع لك يا عريس وبعدين لولا عليا كان زماني وصلت لكم المحل لحد البيت بس يعني يلا المقدس مسافر بقى وأنت عارف دي أمان بس أما له زغروطة كده الله وريهم الخواتم يا فاروق قلتهولي لو مؤاخذة الفلوس اللي بتحكي فيها دي مش فلوس حاضر هعوضها لك العملية الجاية يا ريت يا باشا مش عشاني زي ما انت بتقول دول 30 فدان في ناس كتير ناس بتوع الحي وناس بتوع الجهاز والناس دي ما بترحمش وانا عايز اخلص لك المصلحة دي من غير اي عطلة ظبطهم بطريقتك انت يا ريت لو تصدقني بشرفي
انا ما طالع من العمليه دي باي حاجه، انا بعملها مجامله لواحد حبيبي زيك كده يا ريت. لا طالما حلفت بشرفك يا باشا انا مصدقك طبعا، بس مش لازم تاخدني تحت باطك يعني وانت رايح تجامل، لا مؤاخذه في الكلمه انا ماليش فيها. عندك حق، بس انا لو ما جيتش على الرايق يعني هاجي على مين؟ لا انا حبيبك، تعال عليا براحتك يا باشا، كمل لي الحدوته. زي ما قلت لك قبل كده رايق هم 30 فدان انشاءات. موافقتهم لسه ما جاتش. المطلوب الموافقات تيجي وتجيب لي تصريح الجهاز باسرع وقت ممكن. المشتري جاهز والبايع على استعداده انه يخسر نص ثمنها، ما عندوش مشكله. طب والله يا باشا حلو الكلام ده. طالما الراجل مستبع كده ما نشوف لحد من طرفنا يشتريها ويطلع لنا مصلحه حلوه. ولا بلاش، ما نشوف لحد يشاركوا ويشتغلوا فيها سوا وبرضه يطلع لنا مصلحه حلوه. كان غيرك اشطر. بص يا رايق، الارض دي ارض دوله، يعني بقت زي الفضيحه. كل واحد بيحاول يبعدها عنه، ليه بقى؟ لان الملفات بدات تتفتح، وكل واحد كان ساحب ارض برخص التراب على حس نظامه القديم بدات رجله تيجي. قريت انا كده. يعني اللي هياخد الارض دي هيلبسها. كل يوم والتاني هيطلع له خازوق. لا وايه؟ يقرف منها ويجيبها لنا تاني عشان نبقى اهله. صح كده. ماشي يا باشا تمام. خد يا سيدي. ده الورق. خلص مع الجهاز وبعدي خد حسابك. واحنا في بينا حساب؟ اعتبره حصل. ايه يما؟ ايه؟ فين الاكل يما؟ اهو يا حبيبي سلامت الشوف يا ضنايا قدامك اهو. قدامي ايه؟ انا بقالي يومين قاعد من الشغل عايز الم عظمي يما، حرام عليك يما. يما فكيها يما، بلاش استخسار يما فكيها. كل كل يا حبيبي لقمه هنيه تكفي 100. يلا 100 في 100 دي ما تكفيش عيل صغير. دي بهو انا عايز اكتب خارجيه بقى. حاضر يا حبيبتي. حاضر حاضر. نادين انتي نازله يا حبيبتي؟ اه يا ماما النهارده البروجرام مليان، هنجيب الفوج من المطار، بعد كده نطلع على القلعه، بعدين الاوتيل، بعد كده المطار تاني، كذا مكان. عايزاكي تتصلي بباباكي. اتصل بيه ليه؟ اصل عمتك اتكلمت امبارح وقالت انه دخل المستشفى هيعمل عمليه. ربنا يشفيه، بعدين كفايه عليه قوي مراته وبناته الاثنين مالين عليه الدنيا. ده مهما كان باباكي يا حبيبتي. وبعدين يا ماما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقفلناه خلاص. طب هتتاخري النهارده؟ شويه بس ما تقلقيش، لو اتاخرت هخلي يوسف يوصلك. تروح ترمي الحاجه في وشه وتقول له زعلان كده تاني شيء ما هيزعلك. تمام يا باشا. انا مش قادر افهم الناس دي، بدل ما يضربوا الشغل بالطريقه البلدي دي ما يروحوا يحفروا في اي حته، دي البلد عايمه على الاثار. بصراحه ربنا يا باشا انا من ساعه ما شفت الشغل وانا عارف انه شمال، لا شكله ولا لونه، ده متبيت شهر في الرمل عشان يطلع بالمنظر ده. طب وساكت ليه؟ سايبني كده ليه؟ لا ما يصحش برضه يا باشا، ما دام غاليه هي اللي بتبص على الحاجه وهي اللي بتقول، انت اللي عودتني على كده. انت قلت لي انك انت خلصت اثار مش كده؟ انا دخلت اثار بس ما خلصتهاش. بس بيني وبينك يا باشا اللي اتعلمته في الشغلانه دي ما هتعلموش في اي كليه تانية. صح. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. ايه الاخبار يا بابا؟ كنت بقول يوسف رجع تمثال للراجل الزفت ده. بصراحه الحاجه كلها طلعت شمال زي ما حضرتك قلتي. وانا مستنيك انت يعني عشان تقول لي. بقول لك ايه؟ ما اركن العربيه بتاعتي وسايبها في نص الشارع. شحته. اركن عربيه الهانم. ايه اللي انت بتعمله ده يا بابي؟ ايه عملت ايه؟ ليه تخليه يبص على الحاجه؟ انا قلت لك مليون مره مش عايزه حد يتدخل في شغلنا باي شكل من الاشكال. على فكره يوسف ده ابن ناس وطيب وانا عندي ثقه فيه. انا بقى ما بثقش في حد، لو سمحت ريحني ممكن. والله اخي انا مش فاهم، اسافر وارجع الاقي البلد حاله بتشقلب بالمنظر ده. انا اللي مش فاهم، انت اللي رجعت، ما كنت خليتك يا اخي على الاقل كنت شدتني معاك. والمصحف هناك زي هنا، يمكن هنا احسن كمان. ليه بقى؟ ماسك اخوك اهو قاعد وقلع الدولي. قول لي امين انت كلمتوني صحيح ولا ايه؟ برضه عشان اخلص بقى من الحوار ده. اوه يعني انت لو كلمته دلوقتي هتلاقيني نطط في الطياره يعني؟ بعدين اكلمه لك بعدين. كل حاجه بعدين. في ايه يا عم؟ ايه يا مين؟ مش عايز تخدمني ليه؟ يا جدع افهم. اي هاف نو لايف، اي ليف ان دارك هير. دارك؟ انا عارف انت هتغير رايك في يوم وليله. لا طبعا، نو واي يا معلم، نو واي. يا جيبو يا رايق. يا نص، ايه اللي ماشيك في نص الليل كده؟ كنت بجيب حاجات. يا ده احنا مش قلنا مفيش نزول بالليل. امال اخلي اختي هي اللي تنزل بالليل ده؟ جدع نص، راجل يلا راجل. طب لما تحب تعوز حاجه بعد كده قول لي النحله يبعتها لك على البيت. ماشي. طب فكك من الكلام ده وعلمني حركه جديده. يا ده مش لسه معلمك حركه، احفظها الاول. طب انا حفظتها صم. خلاص بعدين بقى عشان دماغي ما تدوش. بكره بكره. ماشي بس بكره خليهم حركتين. يا ده بطل لما ده بقى طير. يلا يا ده على البيت. ماشي. يا عمنا بقالك ساعه مقعدني وبتحكي معايا في كلام ملوش عايزه، في ايه؟ من غير لا لف ولا دوران. الموضوع اللي بينك وبين امك ده بقى مش هيبقى له اخر ولا ايه؟ وايه لازمته الكلام اللي بينرفز بقى يا عم ياسين؟ ايه هو ده اتنرفز مني ولا مش القصد، بس انت عارف ان انا ما بحبش احكي في الحوار ده. اسمع يا مصطفى. اسمع انت يا عم ياسين.
الكلام اللي كانت بتضحك بيه عليا وانا عيل صغير ما ينفعش تضحك عليا بيه دلوقتي. انا عايز اعرف ابويا مين. ما ينفعش واحد زي الشحط زيي ما يبقاش عارف حاجه زي دي. يا ولد الكلام لهب اللي انت بتقوله ده. ما هي قايله لك بدل مره العشرة وخلصت من الموال ده. ولا انت تغيب تغيب وترجع تنكش فيه تاني؟ ويا ريت بالادب يا اخي. وبعدين هي بتشتكي لك بالدعايه. انا اتكلمت معاها بالهداوه. هي اللي عصبتني لما ردت عليا. عصبتك؟ هيبقى يوسف ده امك يا ابني. امك سابت الرقص زمان علشان خاطرك يا يوسف اللي بتاكل منه عيش. انا ما بتكلمش عن ياسين في انها سابت الشغل وما سابتوش وقصرت معايا وما قصرتش. انا حاسس ان انا ابن حرام ماليش اصل ما اعرفش ابويا مين. لا ما مكتوب في شهاده الميلاد ده يبقى مين؟ قول لي انت يبقى مين؟ ها؟ قول لي. تعرفه؟ شفته؟ قابلته؟ شفت حد من اهله؟ بلاش. لو كانت متجوزاه فين رسالة الجواز؟ ولو كان مات فين شهادة الوفاة؟ فين أي ورقة تثبت إن أنا ابن حلال؟ ها؟ إحنا نضحك على بعض يا عم ياسين، ما إحنا اللي فين نساوي؟ ولا أنت ناسي؟ ناس العيال زمان وأنا في الحركة وبينادوني يقولوا إيه؟ ها؟ نسيت؟ ما نسيتش يا يوسف. بس عايزك تفتكر أنت كمان إن أنا ياما قلت لك يا ابني إن أمك دي أشرف واحدة في الدنيا. وإن أبوك هو اللي سابك وطفش ومش عارفين له طريق جرة وخد معاه كل الورق اللي كان ممكن تخزق بيه عينيك دلوقتي. بعدين يا ابني انا ماليش مصلحه علشان اكدب عليك في حاجه زي كده. انت بقى شيطانك بيلعب بدماغك مش عايزك تصدق في موضوعك. انت حر. فل يا يوسف. يا رمضان جبت الحاجه؟ لا جاي اشمها هوا. انا ناقصك يا خفه. يا عم الحاج الفرق الوحيد بين هناك وهنا ان هناك بتعمل حاجه بتلاقوا صدى حاجه. هو ده اللي انا عايزه لما اشتغل الاقي نتيجه لشغلي. ابو مايه بالحته بتاعتك. هو ده الكلام. الله يسهل له. اوعى. يا نحله. نايب بيه. وفي ايه الدوشه اللي جوه دي؟ مش هقول لهم ماتش حريمي انما ملاكمه، ملاكمه جامده قوي يا كبير. الحريم بص بتقطع في بعض. ايه بقى؟ ايه اللي منزلك متاخر قوي كده؟ الواد نص قال لي انك لسه قاعد على القهوه. فقلت الحقك قبل ما تروح الشغل. افرضي رحت الشغل ولا حتى اجزت. ايه؟ مش ترني لي قبلها؟ قلبي قال لي اني هلحقك. ما تضحكش عليا زيك. قولي لي بقى. قلبي قال لك ايه تاني؟ قال لي بحبك وحشتك ونفسي انا وانت بقى نتلم في بيت واحد واحس بحضنك بيحميني. تحس بايه؟ احس بحضنك بيحميني. قولي لي يا بت، هو انت بتحلوي زياده كده بالليل ولا انت كده طول اليوم؟ انا كده طول اليوم يا اخويا. بس انت بقى اللي مش واخد بالك ومطنشت. انا قليل الادب. لا يا اخويا ما تقولش على نفسك. اسمعي بس انا قليل الادب. لا يا دي يا بنت افهميني انا قليل الادب. انا بنت فكال. ما حدش في الدنيا دي يلمع عيني غير. البت دي مين؟ الدنيا كلها عارفه اسمها هنادي. لا ما اسمهاش هنادي. دي اسمها موحه. كركس يا اخويا عشان يقولوا لي نقص سلم ولا حاجه. يا اسطى انا ولع لها في العماره مش في اللمه بس. اهلا بالفنانه اللي مسيطره في المنطقه. جرايه يا رايق، احنا مش هنخلص من نمرة كل الليلة دي يا اخويا ولا ايه؟ لا يا سماح مش هنخلص، الحوار عاجبني مش هنخلص، وعلى الحرام من ديني ما انت نازلة من باب البيت تاني. وانت مالكش حلفانات عليا يا عناي. ده من امتى ان شاء الله؟ من هنا وطالع. وبعدين انت مالك محموق كده ليه؟ انت مالكش حاجة عندي، لا انت اخويا ولا خطيبي ولا جوزي. ما تظبط يا بت. مالك 100 مرة يا رايق، مالكش حلفانات عليا يا اخويا. ما حدش هيسمعك لامك ولا دياب. سيبك منه ده فيلم كل يوم. ها ايه رايك في الحلم؟ قلباني معتبر. عيب عليك يا يوسف، ده انت حبيبي هجيب لك حاجه شمال برضه. طب الحته دي تخصني بهرعك يعني. بص هي تمنها كف. كف كتير. انا هديك 3.5. تمام؟ تمام انت حبيبي برضه. خد ادبر لك الفلوس واكلمك اتكل على الله دلوقتي. ترى ايه يا رايق؟ ترى ايه يا رايق وانت كل شويه يا حبيبي تتفرج علينا بخليق ربنا عيب كده يا واد. خش جوه يا عمتي. البت دي لازم تتربى. ايوه دي بنت كلب ولازم تتربى. انا متربيه كويس يا رايق وانت عارف. يبقى ناقصر بقى وانا هربيكي. تعالي بقى. يا رايق يا رايق ما تستهدى بالله يا جدع. كده تضيع موحه على البيت كلها. تضيع موحه على البيت كلها. اخر انت هتشوف ايد الواحده بقى هتجيب واجهها لك. انا هوريكي. تعالى تعالى يا جدع. ايه ده؟ جيجي خدها على فوق. يلا 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 يلا. مش الجنرال طلب يعمل مني ليه؟ ما هو لو كان قال لي اكيد ما كانش طلب انه يقابلك. بس حاجة غريبة أوي. كل مرة الاتفاق بيكون معاك أنت، اشمعنى يعني المرة دي؟ بعدين الجنرال أنا ما شفتوش غير مرتين في حياتي. ما ترسيني أسألني على الحوار، فهمني. قول لي إحنا زعلنا الجنرال في حاجة لا سمح الله.
زعلته؟ قول يا ديبو، انت اشتغلت مع جنرال قد ايه؟ كتير على قدك. وخلصت البني ادمين لحسابه قد ايه؟ يعني شوية. شوف بقى، كل اللي عملته انت واصحابك ده، الجنرال عنده ناس ممكن تعملوا معاك لو فكرتوا حتى مجرد انك تزعل. زعل مين؟ انا برضه مزعل الجنرال. انا عمرنا ما نفكر في حاجه زي كده، لا انا ولا الناس حتى اللي معايا. انا بس مستغرب. مستغرب انه طلب يقابلني. استعجلش، هتفهم. انت ما تقول يا سيدي انت شغال معايا وممكن ترسينا على الحوار. ده فاهم غلط. انا مش شغال معاه. انا شغال عنده. كمل يا حاج انا معاكي. ومن ليلتها يا اخويا قرينا الفاتحه وخدوا الشبكه وعنوا ابتدوا بقى يشتغلوا في اللزقه. وبعدين قال ايه؟ قال عايز اتنزل السيراميك بتاع الحمام والمطبخ على الارض. قال ليه؟ قال بيعمل لها حساسيه وبيدوخها. بيدوخها؟ اه. هي حبله ولا ايه؟ حبله ايه يا اخويا؟ بقول لك خطيبه حماده ابني. اه لا مؤاخذه عم احمد معلش. طب طلباتك يا حاجه؟ هو دلوقتي الواد نفسيته تعبانه منها وقافل منها على وهم لو عارفوا الكلام ده هيدوسوا على الشط. لا حماده اوعى نفسيتك تقفل، انا خلص لك الليله دي. طب الشبكه دي بكام حاجه؟ ب 4000 جنيه. هنقول 5000. انا بقى لي فيه فلوس. ليه يا اخويا؟ ليه يا حاج؟ ده حماده اللي ملص، وطالما حماده ملص يبقى الشبكه من حقهم، ولا انا بتكلم في غلط؟ انت بتتكلمي في ميت. ايه رايك بقى نصح نص ونعمل له اسبوع ولا نقرا عليه فتحه؟ لا يا ريت نعمل له اسبوع يا اخويا. يبقى كمان اسبوع تعدي عليا وانا اجهز لك كل حاجه. الاول بس اكتبي لي عنوان البنت دي وابوها شغال ايه. انا مجهزه لك كل حاجه في الورقه دي. ماشي يا حاج. ماشي يا اخويا صوتك بعد. الله يعافيك. سلام يا حماده. الله عليك يا رايق يا حلال المشاكل. بس لو كنت سمعت كلامي بقى فتحت لك مكتب محاماه، مش كان احسن من بدل قعده القهوه والقرف اللي احنا فيه ده؟ محاماه يا بجل؟ ما كل المحامين قاعدين في البيت مش لاقيين شغل ولا اي حاجه خالص. انا اهو قضيته مضمونه ومكسبها دلوقتي على طول. سلام عليك يا رايق، كل يوم بتعلم منك حاجه، كل يوم. حاجة ده انا قلت حاجه يا بجم، روح اقعد اعمل لي حاجه، يلا. ماشي يا رايق. يا رايق يا رايق يا رايق يا رايق يا رايق، شفت عملت ايه النهارده في اولاد المدرسه؟ عملت ايه؟ ظبطتهم الحركه اللي علمتهاني. ازاي؟ اخذت واحد بالنص واديت التانية كشف على عينيه. الله عليك، عشان كده قال انا هعلمك حركه جديده. طب يلا يلا اقعد بس اشرب الحجر ده واجي معاك. انا احلى هاتوا زحلة. انا يا رايق بس الحجر الاول. ماشي. اهلا يا ديبو، وحشني. ربنا يخلي سعادتك. حلو اللي انت عملته انت واصحابك. احنا في خدمتك يا جنرال. زمان في المدرسه علمونا ان بوردان صديق الفلاح، عشان بينقي الدوده من الارض وبياكل الحشرات اللي بتضر الزرع. يعني مفيش مره اتغابه وعمل اكتر من دوره، عشان كده فضل صديق الفلاح. صح يا باشا، صح. دول 20000 اللي اتفقنا عليهم، عشان تعرف ان انا راجل بحترم كلمتي. هو في اي حد قال حاجه غير كده؟ وبعدين دي مش اول شغلانه لينا مع بعض يعني. مد ايدك، خد الحقك انت وزمايلك. بعد اذنك يا باشا. عشان تبقى بتشتغل صح لازم تعرف دورك بيبتدي فين وينتهي فين، زي ابو اردان. انا قلت الراجل يتاكد. ما اتفقناش تاخدوا عربيته وتقطعوها وتبيعوها. اللي طلب منا نفذناه بالحرف الواحد، مش حاجه اكتر من كده. غلطه مش كده؟ نفسك تعتذر عشان ترحم نفسك من الالم اللي انت حاسس بيه. غلطه غلطه مش هتتكرر تاني. اوعى تفتكر انت والصايع اللي معاك ممكن تحلموا اكتر من اللي هسمح لكم بيه. ها؟ انا اللي عملتكم وانا اللي اقدر احبكم في اي وقت. افتكروا دايما ملفاتكم اللي تحت ايدي. مفهوم مفهوم سعادتك. الفلوس اللي معاك على تمن العربية اللي قطعتوها يبقى حقكم وصلت. مع السلامة. هيا ساعة الباشا. أتمنى يكون عجبك اللي حصل. لا 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 لا، مش هيتكلم لا دلوقتي ولا بعد ما يخش البرلمان. تحت أمرك. مع السلامة.
هو مال؟ ده مش عاجبني خالص. ممكن تشوف لي حاجه من التشكيله اللي في الفاترينا اللي هناك دي؟ انا التشكيله في يوم يا فندم؟ التشكيله اللي هناك عندك دي انهي واحده؟ معلش لا مؤاخذه مش واخد بالي يعني. اقول لك خلاص خلاص انا ممكن اشوف الاسوره دي. ماشي اتفضلي. بس مالها خفيفه قوي كده ليه؟ دي خفيفه. مش عارفه. طب ممكن تشوفي دي؟ لا 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 مش عارفه والله. بس يعني فاكر يا فاروق الزبون اللي قفشناه بيسرق السنه اللي فاتت؟ فاكر. فاكر عملنا فيه ايه؟ وديناه الاسم. لا 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 افتكر كده قبل ما يروح الاسم عملنا ايه هنا في ايه في المحل. يا نهار ابيض يا جيجي، ده كان علقه ما خدهاش حمار في مطلع. مش كده ولا ايه؟ ايوه. في ايه؟ انت بتمسكي شنطتي ليه؟ عايزه ايه؟ ما خدتش حاجه. خدتش حاجه؟ انت متاكده؟ امال ده ايه يا رحم؟ يا نهار ابوك يا اسود، انا هتصل بالبوليس. استنى يا فاروق تمام ملحقتك الاول. شوف شو وشك هنا تاني. هور ايه اللي عملتيه ده يا جيجي؟ محدش عارف ظروف الناس ايه يا فاروق. مش يمكن البت دي تكون بتجري على اخ صغير وام غلبانه؟ ولا يكون ابوها راجل جاحد ما بتشوفش وشه غير كل شهرين؟ دي اتعلمت الدرس، مش احسن ما نضيع مستقبلها وتخش السجن. هو هنا بقى التكيه اللي يخش يعدي. خلاص يا فاروق حصل خير. السلام عليكم. عليكم السلام. انا ماشيه. انت عايز حاجه؟ سلامتك. مش انا قلت لك ما تبقاش تنزلي مخصوص؟ بفك عن نفسي شويه، وكمان ما بحبش اشوفك تنزلي لوحدك. ايه مش النحل الورق؟ طب دور على حاجه جواه. انت شايف يا راي الارض دي بتاعت مين؟ بتاعت فوزي الغنام. وانت فاهم طبعا مين هو فوزي الغنام. مكتب الكسب بينكش وراه بابره، وانت جاي دلوقتي عايز موافقتها. طب ده وقته، ده وقته يا رايل. أول الأرض دي مش بتاعت الغنام لوحده، دي بتاعت شركة مساهمة، هو ليه 20% بس. ثانيا بقى مكتب الكسب ده ملوش حاجة عندنا، طالما ما صدرتش أمر بالتحفظ على الأموال. ثالثا بقى والأهم، أنت مش جاهد بحث ولا تحري عشان تقلق من حاجة. الورق قدامك ده سليم، محتاجين إمضاءات بس عشان نكمل الورق، ولا أنت شايف حاجة غير كده؟ خلاص، إحنا إن شاء الله عشان خاطرك، من بكرة هنسعى نجيب الموافقات دي. وربنا يستر. وانا عينيا ليك يا سكره. جهز لي 600. كتير يا عم الحاج. السيوله اللي مع الناس عايزين يرموا بيه اساس عشان يبقوا فتحوا بطن عيان وخلصنا منه. اياكش يموت العيان. ارض ب 30 مليون مستكتر نسبه 2%. اكيد يا راي انت جاي تهزر. يا راجل يا طيب، ده انا سادد عنك 100 ايد ببق وهسلمك على ميه بيضة. هسلمك على الجاهز يا عم. خلاص خلاص هعمل لك ايه؟ ما انت كل مره تاكلني وتضحك عليا. طب اقول لك ايه؟ اسمع، ايه رايك بقى تديني شقه في كل دور على الاربع عمايل؟ ماشي. طب ايه رايك انت بقى هتاخد دورين مقفولين في عماره واحده؟ اهو دور اتكتب باسم المدام ودور اتكتب باسم العيال، ويبقى شغالين في السليم. حلو الكلام. يعني مش هتشتغل، وهتشوف بقى كلمتها تمشي في ام البيت ده ولا مش هتمشي؟ هتمشي في ام البيت وابو البيت يا حبيبي. هتمشي؟ هتمشي على نفسه ياما مش عليا. اوعى تكون فاكرني الصبي بتاعك هتقول له يعمل ايه في الطلعه والجايه. لا يا حبيبي، فوق لنفسك وفوق من اللي بتشربه. انت مالكش حاجه عندي. انت بتعلق عليا صوتك يا بنت. يا لهوي يا بنت يا بيبي. عايز تمشي على حل شعرك يا بنت؟ فاكراني بقرون ولا ايه؟ ايوه يا بنت، احنا ما احناش بقرون. معاش ولا كان اللي يقول عليك كده يا حبيبي. انت بتسخنيه ياما وهو بيضربني بتسخنيه؟ ده باين انه مخه اتلحس. كبرت يا بنت وبتعلي صوتك عليا؟ اي ايدي. بقى اي ايدي. طب يا اختي هيا مصحف، خلصتي ولا لسه؟ انا لازم اسلم الحاجات دي الليل. شغاله اهو، بس بقول لك ايه، دي اخر مره اشتغل في السكه الشمال دي. ليه بقى ان شاء الله؟ ما اللي فات كله عدى ولا اي حاجه حصلت. هتقفلها في وشنا ليه بقى؟ ربنا حليم ستار، ما بتفتحش من اول مره. واديكي قلتي اللي فات كله عدى، يبقى ما نطمعش بقى. مين فينا الطماع؟ يعني انت مش عايز فلوس تاني؟ نفسي افهم سبب واحد لخوفك. الكلام ده لو كنا بنحط البضاعه المضروبه هنا في المحل، لكن احنا لا بنحطها هنا ولا انت حتى عارف انا بصربها فين. ولا عايز اعرف، خلينا انا بعيد.
ماشي يا عم البعيد، اخلص بقى عشان انا مستعجله. اديني شغال اهو، بس فلوسهم تحضر بكره، لو المقدس جه جرد وملقاش لا ذهب ولا فلوس هيزنوني في كلامه وهيقرب كل حاجه. ماشي بس اخلص عشان انا مستعجله ولازم اودي الحاجات الليله. شغال اهو. والمقدس سيبه عليا. يوسف قبل اي حاجه كل سنه وانت طيب. ودي بمناسبة ايه بقى؟ زي النهاردة من سنة كان أول يوم اتقابلنا، فاكر؟ يوسف أنا عارفة إن أنت متضايق مني عشان بكلمك كتير وبجيلك وكده، بس أنت بتتهرب مني. والله العظيم حاولت أعيش بعيد عنك بس ما عرفتش. فشلت في كل حاجة حاولت أعملها من غيرك بس والله العظيم ما قدرت. أنت صعبت عليا كل حاجة من غيرك. بس لما عرفت ان انا حامل منك اتاكدت ان خلاص نصيبنا لازم نكون مع بعض. حامل من مين؟ منك انت طبعا، هيكون من مين يعني؟ اسمع يا شاطره، لو عايزه قرشين لزوم عمليه تستر بيهم نفسك ماشي، لو عايزه دكتور ابن حلال بيداري على الولايه ادلك على برج اطباء، انما تيجي تشيليني الليله لا ما ياكلش. ايه اللي انت بتقوله ده؟ زي ما سمعتي كده، مش عشان يوسف طيب وظريف ولطيف وصدره حنين يبقى شايله. انا ما بحسبش على مشاريب ما شربتهاش، فاهمه؟ لا انا رايي تقعد النهارده في البيت تتفرج على الاعاده دي، مهمه جدا، اهم من الماتش. اوه جمهوره دافد، خلي بقى الاهلي ينفع. طيب لما اشوف. ماشي ماشي يا اسطى. في ايه يا ماما؟ مالك في ايه؟ الواد هيروح مين؟ جيت كشفت له، الدكتور كتب لي ورقه قد كده، بحسبه يا بنتي هيجيبها لي من عندكم، قال لي هاتها له من بره. وانا ما معيش فلوس وجوزي في الشغل ومش عارفه اعمل ايه. فين الروشتة؟ هتصرفها لي من عندكم. مالكيش دعوه، بس هاتي الروشتة. ايه وما معيش الا هم دول ورحمه ابويا ما معايا غير. خليهم معاكي، فطري بيهم الوقت، ان شاء الله هيخفوا وهيبقى كويس وهيقوم لك بالسلامه. الهي طعمك ما يحرمك. خليكي هنا استنيني، ما تتحركيش هرجع لك. يحفظك قادر يا كريم. اجا ده انا هموتك النهارده يا بنت. هو موتني بصحيح. طب انا مالي؟ يموتك ولا يقتلك؟ انتوا ورايا في بعض اصطفلوا مع بعض. طب اطلع انت. ايه؟ ونعمه شريفه يا اخويا، انا كنت بعمل كده بس عشان اغيظك. واللي عايز يغيظ حد يا سماح يروح يشتغل رقاصه. لو مش اي رقاصه، دي الهانم عامله لي فنانه المنطقه. يحرقك بجد يا يوسف، انت بتسخنه اكتر ما هو سخنان. ونعمه شريفه يا رايق، زي ما بقول لك كده بالظبط. وحياه ربنا عندي يا اخويا، انا كنت بس بغيظك عشان يعني ما انتش سائل فيا. يا جدع ده انا بحب رايق. عايز ايه من زفت؟ بقول لك بحبك. ما سمعتش حاجة، أنت سمعت حاجة يا يوسف؟ مش واخد بالي. خلاص. بقول لك بحبك. مش سامع. بحبك. يعني مفيش رقص تاني يا بنت؟ ونعمة شريفة أبدا. وأكتب عليك الليلة دي. إيه؟ إيه ما خدتيش بالك أنت كمان؟ اسكت بقى. قول ونعمة شريفة وحياة ما عندك ما هترجع في كلام. إيه يا بنت؟ هو مين بيرجع في كلام ولا إيه؟ بنت تهدي، ده عربية نقل. ما معلش يا جماعة، أصل الميت قربنا بس من بعيد، من بعيد. لو فتحت بقك هقطع وشك. ايه هو؟ هيطلعوا عليا وسرقوني. يا لهوي، فين؟ بره عند الحوادية. وجرالك حاجة؟ أنا كويسة والحمد لله. آدي آخرة المرمطة في شغلك وسهرك في نصاص الليالي. فيها ايه يعني لو كنتي وافقتي باي حد من اللي بيتقدموا لك بدل التعليقه اللي معلقها لك بسلامته دي؟ بقول لك ايه يا امه، مش كل واحده اتجوزت راجل سدتها، في كتير قوي متجوزين ورجالتهم رامينهم رميه الكلاب وما بيجيلهمش غير لما شوهم يجيلهم. ولا انت نسيتي؟ سيبيني في حالي بقى يا امه. يا امه في ايه؟ يا امه
طلعت فين؟ قومي يا أم، أنا اتجوزت. تعرفي مين اللي اتجوز؟ انت اتجوزتي؟ ايوه يا ماما. يا ستي اتجوزتي؟ ايه ياما، مالك بتتحرجي كده ليه؟ يا خرابي يعني كده اهو، كده اهو يا موحه، كده اهو يا موحه. ايه يا في الحته يا موحه؟ كده اهو يا موحه. تجيبي بلدي شفتي في التراب يا موحه. اخصى بس يمسح عليكي. اخصى عليكي ياني 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 عروسه عرسه تاكل في دماغك. يا ام علي بالك يا خرابي، عملت لك ايه يا خرابي؟ يا ريت تضربها. عملت ايه والنبي يا اخويا ما تضربها البنت ده؟ معلش معلش ما تزعلش مني. يا ام خنقتوني. خرجت من البيت واتجوزت يا اخويا، رجعت متجوزه. يا عمتي ما انا اللي اتجوزتها، انا اللي اتجوزتها والله. لو النبي، لو انت اللي اتجوزتها عامل ايه يا ولاد؟ الف مبروك يا الف مبروك يا موحى يا حبيبتي. الف مبروك يا موحى. يا بنت بحب امك يا بنت. ماما وانا قلت لك ايه يا ماما؟ بقول الحمد لله ما طلعتش من حد غريب. يا يعني ده انا قلبي راح يا ريت، والله قلبي راح. صباح الفل ابو حجاج، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا باشا. اتفضل اقعد. ربنا يخليك. ايه يا عم فينك مش باين؟ اه الشغل يا باشا بياخد ساعات الواحد بالدنيا كده. فين الشغل ده؟ هو بقى في حد بيجي البلد؟ ما انت شايف الدنيا عامله ازاي. الحمد لله يا باشا على كل شيء، ان شاء الله هتتعدل. اتفضل سعادتك. ايه دي؟ دي ساعة من مجموعة ساعات هدايا كانوا جم للشيمي بيه، بس حاجات من النظيفة اللي تعجبك يا باشا، فوصلني ان انا اوصل لك واحدة يدا بيد. ماشي يا ابو حجاج، قول للشيمي بيه ان انا قبلت الهدية وهتصل كمان اشكره بنفسي. كلك ذوق يا باشا، كلك ذوق. بس قول لي بقى انت جاي في ايه؟ ابدا يا باشا، في جست عندكم هنا اسمه داني تومسون، ليه معاه مصلحة صغيرة كده، بس ما اعرفش هو قاعد في اوضة كام ولا ناوي يغادر امتى. بس كده؟ انت جيت في جمل؟ تسلم يا باشا، ما تحرمش منك. احسن بيه الرايق لما ادى لسعادتك كلمه طلع راجل معاك وما خلفهاش، ما يبقاش ده جزاته. العيال اللي عند سعادتك دي لازم تطلع ولا يحصل مصيبه في المنطقه وشباب كتير هتقع. وانت شاغل بالك ليه يا راجل يا طيب؟ ما في ده، دول شويه عيال شمامين وبلطجيه، ويا ريتهم بقى يخلصوا على بعض عشان البلد تنضف. يعني سعادتك شايف ان هي دي الطريقه اللي هننضف فيها البلد؟ اه هي دي الطريقه. بقول لك ايه يا عم ياسين؟ لو خايف على الرايق قوي كده لمه وقول له شغل البلطجه اللي كان عايش فيه زمان ده ما ياكلش معايا. شوف يا هيثم، انا عارف لسمتك من الاول، انت عايز توقع الرايق واللي معاه بس مش عارف تقوم تحبس شويه العيال دول واهليهم يسخنوا ويفتكروا ان الرايق هو اللي ارشد عنهم، وتحصل بقى مجزره في المنطقه وشباب تموت وشباب تتعور وانت تنام مرادك. انا فاهم الموال وقريه من اول الحكايه، بس ما رضيتش اتكلم وقلت يمكن ربنا يخلف ظني. بس بقولها لك نصيحه يا باشا، بلاش معانا. انت هتنسى نفسك ولا ايه يا راجل انت؟ لا يا باشا ما نسيتش ولا حاجه، بس يظهر ان سعادتك اللي نسيت انت في انهي منطقه بالظبط. لا يا حبيبي انا عارف انا فين كويس قوي، زي ما انا عارف تاريخ كل واحد فيكم من اول ما فتح عينيه على وش الدنيا. ايه؟ تحب اسمع لك تاريخك الاسود بتاع البطاقه زمان؟ ولا ماشيها ميلي بقى واقلب لك في ملفاتك القديمه. بقول لك ايه يا ياسين، انا لو عايز احبسك في اي وقت هحبسك، بس انا سايبك بمزاجي. ولا عليك راجل كبرت ما بقتش حمل بهدله السجون واللي بيجرى فيها، لكن ورحمه امي لو حطيتك في دماغي هاذيك. ماشي يا باشا، كل ما عرفتني كويس بقى وعارف تاريخي يبقى ان شاء الله هتخبى نصيحتي. بلاش تعادي الناس يعني. السلام عليكم. But you didn't stay for long in Egypt, Mr. Danny. I stay longer in Egypt than my own country. Really? You love it that much? Yeah, this is true. I sometimes feel like this is my motherland. Is this a new way to the airport? Yes, actually, it is a new way. But only me know it. Maybe the other driver you had before is not clever as me. Hmm. Why are we stopping? Hey, what's happening? Oh. ايه ده؟ بتعمل ايه يا يوسف؟ انت مجنون ولا ايه؟ احنا في الشارع يا اخي. بتعمل ايه؟ يا نهار اسود يا ديما. يوسف خلص يا يوسف، احنا في الشارع بقول لك. انت بتعمل ايه؟ انت عارف التمثال ده تعمله كام؟ استنى يا عم.
تمنه اللي تمنه، احنا في الشارع بقول لك في ايه؟ ده فوق ال 2 مليون يورو. سيبه، الفرصه دي ما بتجيش كل يوم. ده بتاع الجنرال، الراجل ده مش هيسيبنا في حالنا، روحنا في ايديه. افهم بقى، يلا بينا. طب اصوره. صوره بعدين، يلا يا يوسف احنا في الشارع، يلا يا اخي. ينهار زي بعضه؟ وهتعمل ايه دلوقتي؟ معرفش بقى سماح، بس اللي عايزه ربنا هيكون. لا انا مش مستغنيه عنك، اوعى تكون دماغك موديك تعدي الحكومه يا راي. يا بنت انا خدت على فاهي والقفا سمع وعماني. ماشي يا اخويا، ولا كان اللي يعمل معاك كده؟ انما تعدي الحكومه؟ الحكومه دلوقتي ما بترحمش، عايزين يرجعوا هبتهم يا اخويا، ما هيصدقوا ياخدوك في وشهم. يعني اعمل ايه يا سماح؟ اعمل ايه؟ العيال تتحبس واطلع في الاخر انا سلمتهم، واديك شايف اليوم اللي امبارح جم عملوا معايا ايه؟ هم اللي غلطانين، حد قال لهم يسرقوا سلاح ميري ويخلوه عندهم؟ ما كده كده كانوا هيتمسكوا. يا اخي كنت فاكر الحكومه كانت هتسكت على السلاح اللي عندهم. اسكت يا سماح والنبي، انت مش فاهمه حاجه. يا بنت انا قلت لهم يروحوا يودوا الحاجه، يروحوا يودوا الحاجه يلاقي نفسهم في حديد كده. انا شغال مرشد مع الحكومه. وش يا اخي تطلع عند الحكومه ذات نفسها؟ ريم اسمعني يا اخويا، والنبي ما تحرق قلبي عليك، فكر قبل ما تعمل اي حاجه يا ريم. طب هقول لك على حاجه، روح للجدع اللي اسمه هيثم ده، مش يمكن يا اخويا يطلع جدع تاني. يا سماح اروح له تاني؟ اروح له تاني عشان يعلم عليا؟ وعم ياسين هناك اهو، وانا عارف انه هيروح ويرجع مش عامل له اي احترام، بس ادينا هنشوف، ادينا هنشوف. رايح فين يا ري؟ رايح فين؟ طب قول لي. يا رب يا رب بالسرعه. والله زمان يا معالي الوزيره. مس يو سو سو ماتش. اشتقت لك كتير. وانت كمان يا نواف. مبروك المنصب الجديد. مش ملاحظ انها متاخره شويه؟ ده انا خلاص قربت اسيبه. يا شيخ فلا الله ولا فالك، نحنا لسه هنبتدي شغل ويا بعض. يبقى انت اللي جيت متاخر. كل تاخيري وفيها خيري، مش بتقولوا كده بالمصري؟ بيقولوا. المهم قولي انت اخبارك ايه؟ انا منيح، صرت مندوب بلادي بجامعه الوكسه العربيه. وعايش فخور على مجد الاوطان. انت ايه، بقيت ثوراجي على كبر ولا ايه؟ ثوراجي؟ ربنا يكفينا شر الثورات وبلاوي الثورات. انا بس بستغرب على الناس اللي مش عاجبهم حالنا. المهم انت اخبارك ايه؟ واخبار الثوره والاوضاع الجديده؟ طمنيني. الثوره والاوضاع الجديده، الفكره يا نواف الناس بتنخدع في الثورات، بتفتكر انها لما بتيجي بتنظف كل حاجه، لكن ده مش صحيح. مفيش حاجه بتنظف كل حاجه، بالعكس الفوضى لما بتحصل تسمح لحاجات ما كانتش بتحصل قبل كده وقت الفساد. تعرف ليه؟ لان الفساد ذات نفسه محكوم بنظام، ما ينفعش ان هو يخرج عنه. عظيم، بخبيش عليكي، ولما ثورتكم قامت قلت خلاص الشغل باظ والمصالح اتدمرت، بس لما عرفت انك صرتي وزيره في حكومه الثوره قلت خلاص الثوره ما حصلتش. مشروع تجديد وترميم القاهرة القديمة اللي اللجنة بتاعتك بعتته لي، أنا درسته كويس وما عنديش اعتراض خالص على الميزانية. هاي بس عندي شرط واحد. شروطي؟ هغير لجنة التنفيذ. بس الاستشاري عندي مكتب تبعي وهيكون ليك شير 25%، ايه رأيك؟ مكتبك؟ ما تسألش، انت رئيس اللجنة التمويلية وأكيد هتعرف تتصرف في الموضوع ده كويس. 50%؟ فكري، بس ما تاخدي وقت طويل. ليبيا وتونس ملفاتهم موجودة على مكتبي، وأعتقد إن عندهم تراث ومعمار أولى بتمويل. ده حقيقي، بس ما اعتقدش ان ليبيا وتونس عندهم مخططات عثمانيه خرجت في 12 صندوق لجهه غير معلومه باسم سوريا المشهدي، واعتقد انها مدام حضرتك يا نواف بيه. على فكره ده مش هيكون اخر تعامل ما بيننا. موافق. أنا بقى مش موافقة. 25% كتير، 10% كفاية. قهوتك؟
جيجي يا جيجي. ايوه رجاء ازيك؟ الحمد لله يا اختي. بصراحه يا اختي انا عايزه اشتكي لك من امك. ليه مالها؟ عملت لك ايه؟ ما عملتليش انا يا اختي، دي عملت للواد. بقى يرضيكي يا اختي سيبه لها امانه في رقبتها لغايه ما ارجع اخر النهار. ارجع الاقيها سايبه الواد على صرخه واحده وحجره مبلول ميه وغرقان لما الواد اتهرى وسلخ. لا يا اختي ما يرضينيش، واجب ننضفه لك ونشطفه لك وننضف لك قرفه بالمره ونبدله لك بالبودره، مش كده؟ ولما انت مش عاجبك بتسيبيه لها ليه؟ ولا انت بس غاويه تجيبي عيال وترميهم للولايه الغلبان؟ ما تبطلي بقى شغل النسوان القرحه بتاعك ده. ايه يا اختي اللي انت بتقوليه ده؟ ليه؟ هو انا كنت بسيبه لها ببلاش ولا كنت بسيبه لها ببلاش؟ ما كله بحسابه يا اختي. كله بحسابه؟ اوعي كده. خدامه ياما شغاله خدامه النسوان الحته بتربى لهم عيالهم بالاجره؟ ليه؟ ناقصك فلوس؟ ده انا شغاله ليل نهار علشان اسددك وما خليكيش محتاجه حاجه، بدل الراجل اللي رميكي ده وما بيسالش عليكي، وفي الاخر تخلي وليه ملهاش لازمه تبصلي من فوق لتحت وتقولي كله بحسابي. ما بقاش عارفه ارد عليها. والله العظيم ما قصدت اكسرك قدام حد ابدا، بالعكس ده انا قهرانه عليكي. لا يا الدنيا عماله تغلى وانت شايله الهم لوحدك، قلت اساعدك. الفلوس؟ بالفلوس ياما؟ خلاص ما بقيتيش عارفه تعملي حاجه غير انك تعريني وتحطي راسنا في التراب مع شويه نسوان مقشفه. قسما بالله العظيم لو جيت لقيت عيل من العيال دي هنا تاني لاكون راميه لك من الشباك. تعالى انا عايزاك. حاضر. معلش ياما، معلش. مش عارفه ياما ذنبك ايه يا ضنايا؟ ذنبك ايه؟ هي عايزه تفرحك. ماشي ماشي حبيبي، روح شوف عايزة فين. حاضر. جرأيه يا شيماء، مش خدتي الطعم لفة؟ الله، رجعيه بقى يا ست. طب رجعيه قبل ما المدرس يسأله. ماشي، مش بزعق ولا حاجة، هبعتلك نص. يلا سلام. أمك بتنرفزني، خليتني أكلم البيت بطريقة زي الزفت. ما أنت كده يا جيجي، ماشية تخبطي في كل الناس. جرأيه أنت راخ، ما تتكلم كويس. شايفة؟ أهو، أديكي بتخبطي فيا أنا كمان. انت كنت عارف على موضوع العيال ده وما قلتليش؟ امك حلفتلي اطلع صغير قدامها. لا تصغرني انا وتخلوا شكلي عر. هي بتعمل كده عشان تشيل عليكي شويه من المصاريف. وانا يعني كنت اشتكيت لحد؟ كنت اشتكيت انا. خلاص ايه ما بحبش اشوفك كده. ماشي، انا عايزاك تروح لشيماء تدي لك كيس كده فيه شويه حاجات للمحل، تجيبه وتيجي على طول، اوعى بقى تروح تلف مع المقاطيع اصحابك دول. ماشي، تدفعي كام؟ قوم روح يلا. بس تصالحي امك، مالكش دعوه بموضوع امي ده. خلاص هتصلحيها، وايه الحول دي ويقفش عليكي؟ يا سلام، كمان بقيت تعرف تمسكني من ايدي اللي بتوجعني. ماشي، عشان خاطرك انت بس هصلحها. بس الموضوع عايز وقت، مش هيخلص في يوم وليله. طيب ممكن بقى حضرتك تبعت لي ايميل بالتفصيل؟ يا ريت. ميرسي ميرسي قوي يا فندم. لا لا خلاص، ازاي؟ اوكي. رامي غير ما اقوم اسمع وخلاص. الحقني رامي. بسيطة بسيطة ان شاء الله. قوم بس. أوبا. ايه الاخبار؟ اتخيطت ولا ايه؟ اه يا حبيبي، خدت 3 غرز. طب الحمد لله، دي حاجة بسيطة. انا برضو واخد 3 غرز بس في كل دراع ورجل. ميرسي قوي دكتور، بجد مش عارفة اقول لك ايه. والله كان افضل من ميرسي قوي انك كنت تاخدي بالك من الولد اكتر من كده. الاطفال في السن ده ممكن يحصل لهم مضاعفات خطيره. ايوه يا دكتور، بس انا ما كانش قصدي. انت اكيد ايه يعني. ايه يا دكتور، حيلك حيلك في ايه؟ هو انت اتولدت كبير ولا ايه؟ ما كلنا كنا عيال صغيرين وبنلعب وبنتشقى وبنتعور وكل حاجه عادي يعني. انت ابوه؟ اه ابوه. واضح ان ما عندكوش احساس باولادكم خالص. يا عم لا احساس ولا ما احساسي، قلنا لك متشكرين، قول الشكر لله واتكل على الله. اكتر من كده هخلي منظرك وحش في مكان اكل عيش. خلاص يا يوسف، في ايه؟ خلاص ايه العالم دي؟ على فكرة أنت ما ينفعش تشرب سجاير هنا. عارف، ما احنا في المستشفى. بس أنا عايز حد يكلمني. حضرتك نص ساعة هيستريح فيها شوية وبعدين تفضلوا تقعدوا. ميرسي أوي، شكرا. حضرتك خليكي في حالك واتكلي على الله. أيوة، في ناس كده لما تعامليهم باحترام يفتكروكي خايفة منهم ولا ضعيفة، لازم تديهم فوق نافوخهم. يا سلام، وأنا هعرف بقى المحترم من غير محترم إزاي؟ لا، دي شغلتي أنا بقى، أنا أقول لك مين المحترم وأسيبك تتعاملي معاه. اه والمش محترم تاخده انت. اه اخده، اخده علمه الادب والاحترام وبعدين ارجعه لك تاني. فكيه بقى رامي، هيبقى زي الفل.
يعني ايه ممدوش؟ احنا هنهزر؟ العيال دي تمضي على المحاضر بأي طريقة؟ أنا هعلمكم شغلكم ولا إيه؟ خلاص يا باشا، بس احنا حبينا نستأذن من سعادتك الأول. لا يا حبيبي، اتعامل زي ما كنت بتتعامل على طول، يلا. تمام يا فندم. ألو، أيوة يا فندم، كله تمام سعادتك. أه يا فندم، العيال بتوع السلاح عندي. لا لا، إن شاء الله هيتعرضوا بكرة على النيابة. إيه؟ أنا الاتنين منهم لأقسام تانية؟ ليه يا فندم، هو في حاجة؟ لا لا لا، ما أقصدش. حاضر يا فندم، أوامر ما عليك. اتنين منهم اتنقلوا، هو في إيه؟ خدامة؟ خدامة ياما؟ شغالة خدامة النسوان الحتة بتربى لهم عيالهم بالأجرة؟ ليه؟ ناقصك فلوس؟ ده أنا شغالة ليل نهار علشان أستتك وما خليكيش محتاجة حاجة، بدل الراجل اللي رميكي ده وما بيسألش عليكي، وفي الآخر تخلي ولية ملهاش لازمة تبصلي من فوق لتحت وتقولي كله بحسابي، ما بقاش عارفة أرد عليها. والله العظيم ما قصدت أكسرك قدام حد أبدا، بالعكس ده أنا قهرانة عليكي. لا يا الدنيا عمالة تغلى وانتي شايلة الهم لوحدك، قلت أساعدك. الفلوس؟ بالفلوس ياما؟ خلاص ما بقيتيش عارفه تعملي حاجه غير انك تعريني وتحطي راسنا في التراب مع شويه نسوان مقشفه. قسما بالله العظيم لو جيت لقيت عيل من العيال دي هنا تاني لاكون راميهولك من الشباك. تعالى انا عايزاه. كده تمام. حصل اي مشاكل يا ديبو؟ كله امان يا سين. امسك ده حقكم. ايه؟ ما تعدوهم احسن. عد يا راجل، هي دي فلوس. الحته اللي جبناها لك ده باصلي على ابوه تساوي 3 مليون ويمكن اكتر كمان. صح؟ بقول لك يا سن، انا مش موصلاتي غشيم، انا فاهم. جميل. وبعد ما فهمت ولا حاجه هيحصل ايه؟ ما انا لو خدت تمثال وتويته هو هيتوين وراه. انا بس حبيت الفت نظرك، يا ريت المره الجايه الظرف يتقل شويه. شوف يا ديبو، لغايه دلوقتي ده سعركم على الاقل عند الجنرال. في كلمه هقولها لك وحطها على اف ودنك، انت ممكن تعمل الشغل ده واكتر منه من غير ظرف اصلا. صح يا سيدي. صح. سلام. خير يا هان؟ عودتينا ان المقابلات دي ما بتحصلش الا اذا كان في حاجه مهمه. لا المره دي مهمه قوي. انت عارف ان مفيش حاجه صعبه على الجنرال واموري. طبعا انت عارف الشيمي. اعرفه. الشيمي بقى قلق. ازاي يعني؟ استقوى، فتح لنفسه سوق بعيد عن المجموعه. ممكن تقولي لي تفاصيل اكتر؟ في البدايه شيمي كان بيبعت ناس الصعيد عشان يدور هناك، قلت مش مشكله تحت عينينا، في الاخر بيرجع لنا واحنا اللي بنشتري. بس المره دي بقى كان عايز يفتح سوق لنفسه ونسي وتجاهل تماما ان احنا اللي بنحدد الاسعار واحنا اللي بنبيع ونشتري. شيمي كان معاه تمثال مهم، عرضوا عليا وتمنتوا له بالسعر بتاعنا، ما عجبوش، قلت مش مشكلة العادي يعني، هياخد له يوم واتنين وهيرجع لنا وبرضه هنشتري. بس المرة دي كان عايز يفتح سوق لنفسه، راح لناس من بتوعي أنا وعرض عليهم التمثال بالضعف التمن اللي أنا عرضته عليه. مهم، بعت له وسيط من عندي بنص التمن على أساس إنه ياخد منه التمثال. وطبعا ما بعتيش نص الفلوس التانية، صح؟ لا طبعا ما بعتهاش، على أساس إن أربيه وأرصد ودني. السيزر هو اللي قرص ودني، بس بعت ناس ضربوا الوسيط
وخدوا منه الفلوس، وبكده طبعا اطلت التمثال وانا رجعت لي الفلوس. على كل حال موضوع التمثال ده بسيطه، ممكن يرجع لك التمثال. هيرجع كده ده بكل سهوله؟ اعتبريه عندك. والمطلوب رضاك عني. يبقى اتفقنا. عشان تعمل فوضى في أي مكان في العالم لازم لك خطوة أولى، وهي أن السلاح يوصل لإيد المواطن العادي. الخطوة التانية أنك تستغل طرفين بينفذوا الأوامر، طرف مجبر عليها وطرف تاني متصور انه بينفذ قانونه الشخصي. وقتها هتحصل المواجهه ما بينهم اللي لازم تكون في اكتر من مكان عشان نضمن فوضى اكبر. وبعدين نقعد في مكاتبنا ونسمع وكالاتنا وهي بتذيع الاخبار. ده الخسيس وانا عارفه. انا قلت حلاها بالذوق، طلع ما عندوش ذوق الباقي. طب والعيال اللي اتحبست دي راحوا على كده؟ مفيش حاجه اسمها راحوا. العيال دي هترجع بالذوق بالعافيه. هترجع. ترجع ازاي يا راي بعد ما ترحلوا؟ ترحلوا؟ رحل اتنين منهم، واحد وداه اسم المرج والتاني وداه اسم السلام. يا ابن الكلب، ظباط بقى وبيجاملوا بعض. العيال دي هتخرج النهارده لو على جثتي. راي بس انا محتاجكم معايا بدنيا. هو احنا اللي حبسناهم يا رايق؟ ما يقدر على القدر الا ربنا يا اخي. مش دول عيالك ولا انا بتهيألي؟ تلات اقسام ابو دنيا. ماشي، الرجاله جاهزه. بس انا عايز اعرف هتعمل ايه؟ هتعرف. انت عارفه يا ماما، يوسف كلمني كتير قوي عنك. قال لك ايه؟ قال انه بيحبك قوي. يوسف؟ وكان عايز يعرفنا على بعض ونتقابل ونخرج مع بعض. يوسف هو اللي قالك كده؟ طب ما تأخذنيش يا بنتي في السؤال، انتوا تعرفتوا على بعض ازاي؟ اصل انا بشتغل مرشدة سياحية، فساعات يعني كده بحب اشتري شوية حاجات للناس اللي انا بشتغل معاهم عشان لما يسافروا يفتكروا مصر، فكنت بروح اشتري الحاجات دي من عند يوسف في البازار بس، وتعرفنا على بعض. طب ما تأخذنيش برضو في السؤال ده، انا زي امك يعني. حكايتكوا وصلت لحد فين؟ احنا متفقين على الجواز، بس هو كان محتاج يعني شوية وقت عشان. انت اللي جابك هنا يا بنت انت؟ ما انت ما بتردش على تليفوناتي، خفت يكون حصل لك حاجه. وحياه امك ما بردش على تليفوناتك تقومي جاري على البيت؟ ايه ده ايه ده؟ في ايه يا يوسف؟ في ايه؟ اطلعي انت منها خالص. انت ماما شايفه بيعاملني ازاي؟ ماما دي هناك يا روح امي. تعالي. يا يوسف كده ما يصحش. خشي اقعدي جوه. حرام عليك يا يوسف، حرام عليك. حرام عليا؟ حرام عليك يا عيشتي يا كريم. الحقيقي يا ماما. بره. ما تكونيش فاكره لما تيجي لامي وتتنحنحي لها وتصاحبيها تبقي بتدبسيني؟ لا يا روح امي، انا ماليش كبير. عليك يا يوسف ما تعملش فيا كده. هو انا لسه عملت حاجه؟ قسما عظمه رجلك تهوب ناحيه البنت ده انا اكون مكسرها لك، فاهمه ولا لا؟ ماشي يا يوسف ماشي، اعمل فيا اللي انت عاوزه. يلا قول. رجلك هتجيب قرف. انا لما حسيت ان التمثال هيروح مني ما خفتش، وكنت متاكد انه مش هضيع عليا، لاني كنت متاكد انك هتعرف ترجعه لي. انا بشكرك. تشكرني على ايه؟ انت رجعت لي فلوس كانت طايره مني في الهواء. انا دفعت دم قلبي في التمثال ده. تمثال ايه؟ التمثال ده؟ التمثال ده مش بتاعك يا شيخ. يعني ايه مش بتاعي؟ زمان كان عندي اتنين شغالين عندي، واحد ضحك عليهم ولقى في ودانهم وفهمهم انهم ممكن يستعموني ويكذبوا عليا وهيحققوا من ورا ده مكاسب ليهم. اللي استعماني عقدته من جنس العمل، عميته. لما الناس عرفت بطلت تستعماني تاني، لكن اللي كذب عليا للاسف سامحته ففضل يكذب عليا تاني وتالت ورابع. انا مش فاهم انت تقصد ايه بالظبط. انت مصر تكذب عليا يا شيمي. انا بجد مش فاهم.
انا من الاول سالتك التمثال ده يخص حد يخصني، انت قلت لي لا صح. بس حضرتك عارف كويس قوي التمثال ده بتاعي، وانت عارف كويس قوي انك من اللحظه اللي كدبت عليا فيها التمثال ده ما بقاش بتاعك. يعني ايه؟ مولا انتهت يا شيمي. بصي بقى يا بابيتو، انا عايز اقولك على حاجه مش عايزك تزعل مني. انا عارفه ان انت عايز تعمل شغل جديد وتفتح بيزنس بعيد عن فريده ولا معاها، لكن الطريقه يا بابا هي اللي كانت غلط، وانا قلت لك مليون مره وانت تسرعت ما سمعتش كلامي. انا بس مضايقني انها لحقت تكلم الجنرال وهتقلبه عليا بعد ما اتفقنا على كل حاجه. طيب هو ممكن يكون في حد تاني؟ حد تاني مين؟ هو في حد غيرنا؟ ولا يهمك، احنا كده كده مش خسرانين حاجه، الفلوس اللي خدناها من داني هي حق التمثال مش كده؟ انا بس بتكلم عن المقلب اللي انا شقته. ما تزعلش يا بابي، مفيش حد بيتعلم من بلاش. وبعدين زي ما انت عارف انا دلوقتي بفتح سكه مع بتوع السفاره، وان شاء الله لو الدنيا مشيت مش هنضطر نشتغل مع فريده دي تاني. يا ريت غالي اخرتي، بس انا كده حاسس ان انا صباعي تحت ضرسها، ومهما داست عليه مش هقدر افتح بوقي. ما تقلقش يا بابي. طيب حبيبتي انا همشي بقى عشان داليا مستنياني، هنخرج سوا. يعني هي داليا ما بتعرفش تخرج لوحدها؟ هيخطفوها مثلا؟ مش وقت الكلام ده خالص يا غالي. هنا ماشي. طيب انا مش هنزل بزور النهارده، لو في حاجه بكلمني. حاضر. خلي بالك من رامي. حاضر يا بابي. الو. ايوه جيجي، بقول لك المهندس فؤاد كلمني قال لي نوصل المطار. انت بتصحيني انا عشان تقول لي المهندس وصل؟ ما انا قايله الفاروني هتاخر ساعتين النهارده. انا ما بتكلمش على الساعتين، انا بتكلم على فلوس الشغل اللي قلتلك اخر مره لسه ما جاتش، وكده هيبقى عندي عجز في الميزانيه، وانا عايز اقفل حساباتي قبل ما يجي. ماشي، انا لما اجي هبقى اديك الفلوس. ماشي، سلام. انت رخم. ايه ده يا مان؟ ده طلب من شباب مسرح الهواء، هم عايزين ياخدوا مسرح يعملوا عليه العروض بتاعتهم، بس هم مش لاقيين مكان ومش عارف رئيس عادتك ايه. مش دول كل شويه يعملوا دوشه وعتصامات؟ هم يا فندم. شوف لهم اي حته يعملوا عليها مسرح، مش ناقصين وجع دماغ. تحت امر معاليك. دي بقى قايمه باسماء المدعوين في افتتاح معرض تشكيلي الشباب. ماشي. حط لي اسم امجد امام واتصلوا بيه عشان يحضر. مين امجد امام ده يا فندم؟ لاعب منتخب مصر للتنس. طب سؤال معاليكي. نفذ اللي بقول لك عليه، ويا ريت تبلغ السواق ان هو يكون جاهز عشان نازله، ومش عايزه احرصه معاه. تحت امرك يا فندم. اتفضل. الله، ده ايه الروايح الجميله دي اللي جايه لغايه اخر الشقه؟ اكيد بقى عندك خروجه مهمه النهارده. وانا لازم اروح الشغل معفن يعني ولا ايه؟ لا يا حبيبي مش القصد، انا اصلي ما تعودتش منك انك تهتم بنفسك قوي كده وانت رايح البازار. لا اتعودي من هنا ورايح، ولا في مانع؟ لا طبعا ما فيش مانع، ده انا منى عيني اشوفك احسن واحد في الدنيا. شكرين. انا كنت عايزه يعني. عايزه ايه؟ كنت عايزه اسالك على نديم. يوه، ما خلاص الموضوع ده خلص، قلت لك ما تجيبليش سيرتها تاني، في ايه؟ خلاص يا حبيبي حقك عليا، انا بس كل الموضوع اني كنت عايز اعرف هي جت هنا ليه، كان قصدها ايه يعني؟ اسمعي يا ست انتي، الموضوع ده خلاص خلص ومش عايز افتحه تاني، ولو شميت خبر ان هي جت وقعدت معاكي وحصل اللوكلوك بتاع النسوان ده هعمل معاكي حوار. لا يا حبيبي خلاص، اللي هتقوله هيمشي، لو جت مش هدخلها. وما تجيبليش سيرتها تاني. حاضر، ومش هجيب سيرتها تاني. عايزه فلوس؟ لا يا حبيبي معايا، ما انت لسه مديني من كام يوم. احسن تقولي ما بيصرفش وتصغريني. معاش ولا كان اللي صغرك يا روح قلبي. ماشي. اوعى يا راي. انت فين يا واد من امبارح؟ مختفي ليه يا صايع؟ فاتتني الليله دي يا راي. معلش بس بقول لك ايه؟ لو ما جيتش فرح هلاقي ازعل منك. عيب عليك، ده انا اللي هرقص لك فيه. ماشي. بس بشرط انت تغني معايا. ماشي. ماشي. ماشي.
يا سلام هيثم باشا، اتفضل. واخرتها يا رايق؟ اخرتها فيها يا باشا؟ مش واخد بالي. يعني مش عارف انا بتكلم عن ايه؟ بلا مؤاخذة، معرفش. تمام. اسمع يا رايق، انا لو عايز البسك قضية واحبسك النهاردة هعمل كده. وانت فاهم كويس قوي انا ممكن اعمل ايه. احلى شوية شاي يا رايق. حلو النضارة عليك غدا، انا احلى. كله من خير يا كبير. خليك عيل محترم كده تشوف الباشا يشرب ايه. عداك العين، تشرب حاجة يا باشا؟ هات له مية. ساعة. حنفية. عينيا يا كبير. هات الشاي اهوت. أحلى شوية شاي يا كبير. بقول لك يا باشا، كل الناس عارفة إن الحكومة دي طالعة وتعودت عليها بتعمل الحاجات دي من زمان أوي. الله ينور عليك. يعني مش هتبقى حاجة جديدة. بس أنا بقى مش هعمل كده. عارف ليه؟ عشان أنت عجبتني. ودخلت مزاجي قوي باللي انت عملته. عملت ايه يا باشا؟ مش واخد بالي. لا بقول لك ايه، انا جاي اكلمك راجل لراجل. الضابط شرطه بيكلم بلطجي. لا ضابط شرطه دي ابصم لك عليها بالعشره. لكن بلطجي دي مش حلوه منك. لان كل منطقه عارفه مني من الرايق، وعارفه ان انا عيل حلو واهل عالي وماشي في المنطقه دي كله بالحب. اللي قال لك عليا بلطجي ده بقى عايز يسوي، عايز يوقع بيننا. طب اسمع بقى يا عم المؤهل العالي، عشان انا ما بحبش الرايق كتير. انا متاكد مليون في الميه ان انت عملت حركه الاسم دي. اسم يا باشا، الدنيا كلها عارفه ان اسم البلد اتغربلت في يوم واحد. انت جاي ترازيني ولا عايز ايه؟ هتجيب من الاخر. تعجب. مش عايزك بقى تتدخل لاي حد من عيال الشمامين اللي هنا في اي حاجه، وخصوصا معايا. انت عملت اللي عملته وهربت وادي من عندي، وانا رجعت يا دوب كام حته سلاح مسروقين. يبقى خلاص تعجب. نقلب بقى الصفحه ونبتدي على نضافه. بص يا باشا، انا ما بتدخلش مع الحكومه في اي حاجه شمامي، لان انا عارف تمام ايه وعارف تمامكم. العيال عندكم دي بقى اهاليهم دول اراضتهم، وهم راضيوا بالمرضيه. هتقول لي ازاي؟ حصل امتى؟ هقول لك ما اعرفش. طب تالت رساله يا باشا. مش كده ولا ايه؟ ماشي يا رجل. اعديها المره دي بمزاجي. وهنساك واشيلك من دماغي خالص. بس انت بقى تسيبنا شوف شغل. وليك عليا يا سيدي اسيبك في حالك، ومش هغدت عليك بالمره. ها؟ قلت ايه؟ يعني انا مؤاخذه باشا في الكلمه المره اللي فاتت لما جيت برضه. لا لا لا، ما احنا قلنا نقلب الصفحه يا رايق. نقلب الصفحه؟ ماشي. يبقى عد بقى كراريسك يا حكومه. ماشي. انا عد. شرفت. ايه يا كبير؟ مش ترسيني بقى؟ هو رايح يجيب لنا الصعقه ولا ايه؟ قوم يا رب. قوم يا جدو.